قال عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. من الفوائد أنه إذا قارن الله عز وجل ذكر الإيمان ذكر معه اليوم الآخر. لما؟ لأن اليوم الآخر هو داع إلى التخويف وإلى الترغيب، والإيمان بالله يدعو الإنسان إلى محبة الله. ولذلك لما قال عز وجل بالله واليوم الآخر تجتمع أركان العبادة إشارة، ليس واضحا لكن إشارة، من متعلقات الإيمان بهذين الأصلين نتحصل على أركان العبادة. ما هي أركان العبادة التي لا تتم العبادة إلا بها؟ المحبة، الخوف، الرجاء. إذا آمنوا بالله أحبوا الله، إذا آمنوا باليوم الآخر أليس في اليوم الآخر جنة ونار؟ الجنة تدعو إلى ماذا؟ إلى الرجاء، النار تدعو إلى الخوف.